استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في إقاعة الاستقبالات التابعة لوزارة الدفاع في آيدكس بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي معالي رستم أزيموف نائب رئيس مجلس الوزراء في جمهورية أوزبكستان الذي نقل إلى سموه تحيات فخامة الرئيس الأوزبكي وتمنياته للسموه بالصحة والسعادة ولشعب الإمارات دوام التقدم والرخاء. وقد تبادل سموه والضيف الحديث حول سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين الدولتين بما يعود بالخير على البلدين والشعبين الصديقين. حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم وسعادة الفريق محمد عبد الرحيم العلي وأكيل وزارة الدفاع المساعد وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي.